45 سنه عندها شاشه بالامام، خاصه النساء هم رجال عضليين من الشاشه، لكن النساء ليش حيحملون بسرعه الحمل يرضعون، فهذا الطفل من يجي يصير حمل حمله كالسيوم بالاسنان مالت الام يسحبها، فتشوفين الحوامل سن يشيل عد سنين بهذا الحمل ولا اتقدم ولا ما نسرع الالم الصبح ما تنام. هذا شنو سبحان الله بتقي لرب العالمين انه الجني من يصير بطن الام يسحب الكالسيوم من الام فحتى يتغذى ويبنى بناء العظم للجني. احنا من راح نكبر راح يبين علينا وين حبلنا ورضعنا، فهذا احنا شو نريد يوميا الصبح على الشمس البارد هاي الحلوه مالت الشروق، فتفت خمس دقائق عشر دقائق فشف شعري، هاي ايديا شويه ورجليا بعرضهم لاشعه الشمس. هاي سبحان الله باشعه الشمس اكو فيتامين اسمه دي، هذا راح تمتص اشعه الشمس راح يعني العظم مالتي محتاجه، لان اغلب بيوتنا مقبضه، قبل بيوت الريف حلوه مكشوفه ويشتغلون جوا الشمس فتشوفوهم ناصحين، هسه يعني هسه امهاتنا والله هسه شويه حديقه يعني مسافه قد هاي مرتي عاشت ايدك. المهم اطلع اتعرض لاشعه الشمس، واكو مرات هو طبيب اسمه دي 3 يعني هو فيتامين ينطي حتى شنو يساعد على انه العظم يصير دي 3 لانه من عند بالضبط عاشت ايدك شو لازم. وبعدين اكو نساء بسن يعني بسن خلينا نقول يعني سن يعني انه بعد انقطاع الطمث يعني او الدوره هذه سرعتهم كلش قالوا يتعرضون لشاشه عظام، ليش؟ لانه يعتبر سن الياس بعد ماكو دوره وبعد ماكو هرمون الاستروجين عندهم بالجسم فصار عندهم الشاشه بحيث اقل طفله ونطخ بها بالحايط احنا ونمشي نعذر يصير عندنا العمر والعافيه. انا اشكرك انت طلبتي من عندي نصيحه الله يبارك فيك.